النائب عبد المنعم إمام. سيادة الرئيس، هذه ليست جلسة مناقشة أو محاسبة، ولكنها من وجهة نظري ينبغي أن تكون جلسة محاكمة. شرفني فيها أن أمثل الدعاء عن شعب عظيم يستحق حياة ومستوى معيشة أفضل من ذلك بكثير. سيادة القاضي الجليل، هذه الحكومة أظهرت، وأنا بتهمها بأنها أظهرت عدم التزام واضح بمبادئ الشفافية، لأنه مش معقول أبداً نحن يكون عندنا نسختين من الموازنة العامة للدولة. النسخة دي سلمت لكل الناس، والنسخة الثانية اللي صدرت من صندوق النقد الدولي في إبريل 2024 تحت اسم تقرير عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني لمصر، واللي منشور على موقع الصندوق يقدر أي حد إنه يبص عليه. هذا التقرير بيتكلم فيه عن الموازنة الجديدة اللي احنا بنناقشها النهاردة 24-25، وفي هذه الموازنة موجود في الجداول انها محطوطة بناء على ما قدمته الحكومة المصرية والجهات المتعلقة بالصندوق. المصروفات الإجمالية، مشروع الموازنة بيقول انها 3,870,000,000,000 جنيه. صندوق النقد في تقريره قايل ان هي 4,789,000,000. الأجور وتعويضات العاملين، مشروع الموازنة 575 مليار، صندوق النقد قايل 648 مليار. المصروفات الأخرى، مشروع الموازنة 162 مليار، صندوق النقد قايل 227 مليار. الإيرادات الأخرى 600 مليار معانا في مشروع الموازنة، صندوق النقد قايل 592. العجز، مشروع الموازنة 1,245,000,000,000 بناء عليه، صندوق النقد قايل 1,570,000,000. الأهم، مشروع الموازنة الفوائد مكتوب عندنا 1,800,000,000,000 جنيه، في صندوق النقد الدولي مكتوب 2,408,000,000,000 جنيه. هذه الأرقام موجودة عن المناقشة، وبالتالي النهاردة احنا عندنا تضاد واضح ما بين تقرير طالع بالتعاون مع الحكومة المصرية في إبريل، وهذه الحكومة جت هنا قدمت هذا مشروع الموازنة في إبريل برضه، الاثنين صادرين في نفس التوقيت. دعوت باختصار شديد سيادة النائب، خدت مدتين باختصار فيما تبقى. هنسمع بس، واحنا هنسمع وسيادة الوزير لو حق مشروع الموازنة العامة للدولة، ما اتكلمش عن حاجة تانية. طيب، دي حقيقة الأرقام. طيب، وحقيقة الوضع، أرقام بتروح للصندوق وأرقام عندنا. هنقول سعر الدولار، أنت اللي بتحدد سعر الدولار، وأنت اللي مدي الصندوق، والاثنين طالعين بسعر الدولار واحد. هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، هذا أمر يستوجب المحاكمة، ومش معقول إن احنا نستمر في هذا الأمر بأرقام غير الأرقام اللي بتجنن. شكراً.